ياسمين ست عظيمة جدا، 36 سنة. هذه السيدة تحولت من مهنة الحدادة إلى فن تشكيل. يعني مهنة الحدادة دي خدت الحاجات المواد أو العناصر اللي في الحدادة حولتها لفن تشكيلي. وخليني برضو في الحاجات دي، احنا لما بن 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 بنبحث عنهم بناخد وقت. فزميلنا الجميل طارق أحمد اللي بشكرك يا طارق شكر جزيل على مثل هذه التقارير، راح طارق أحمد إلى ياسمين وعمل الحوار ده أو عمل التقرير ده، ونرجع لحضراتكم. قالوا منين البلد؟ أنا قلت دمياطي وولادها عمال وهم أمال صنيعية. في قلب مدينة دمياط اختارت ياسمين أن تعمل في مهنة الحدادة داخل ورشتها الصغيرة، حيث أصبحت جزءا من حياتها اليومية، رغم أنها تحتاج لجهد ذهني وعضلي كبيرين حتى عرفت بأنها مهنة لا يقترب منها سوى الرجال. وأنا لسه بدرس في الجامعة بدأت أنزل مجال العمل، بدأت عايز أعرف يعني إيه خشب ويعني إيه حديد ويعني إيه كلادينج وواجهات. كنت شغوفة جدا بالموضوع ده، فقلت انزل اجرب. بالفعل فتحت مكتب كده صغير وبدات اشتغل الف به حاجات بسيطه كلها معتمده على الديزاين على اللابتوب، خطوه بخطوه سنه بسنه بدات انزل بقى المجال بجد. 15 عاما قضتها ياسمين في العمل بمهنة الحدادة، عمر جعلها تبتكر أشكال وأنماط وتصميمات خاصة بها، اكتسبت من خلالها احترام وثقة العملاء والعاملين في مجالها. فلما نزلت فتحت مجال الشغل بتاعي كان بالنسبة لي إن أنا ست أقف في وسط سوق، تمام، أنا بنت كل الناس اللي واقفين، يعني بنت كل الرجالة اللي واقفين واختهم. فدي كانت البداية، من هنا بدأت أخذ الثقة بنفسي. سيدة ولكنها كسرت قيود العادات والتقاليد التي قد تحظر عمل المرأة خاصة في مثل هذه المهن الشاقة. طموح دعمه مساندة زوجها لها، حيث أعطاها كامل الثقة والحرية في عملها. معايا على طول من ساعة ما بقوم لغاية ما بنام، فهي الـ 24 ساعة معايا. وممكن ساعات بيحكم علينا الشغل، بنقعد بالثلاث ايام والاربع ايام بتمارس معانا الشغل برضو كمان، يعني مش من النوع اللي هي بتريح نفسها وممكن تعتمد علينا، لا ده هي لازم تنزل وتقف في الموقع وتشتغل وما بتقعدش ساكته. سايب لها الحسابات وسايب لها كل حاجه عشان انا بريح دماغي، انا ما اقدرش على الموضوع اللي عندي، فانا ما اقدرش استغنى عنها حتى في الشغل. طوعت الحديد وصمدت امام جميع الصعوبات والعقبات. ياسمين أو أم حمزة الحدادة التي امتهنت مهنة كانت تعرف سابقا بأنها للرجال فقط. مانشيت طارق أحمد.